الكريم الشافعي نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالمغرب ورئيس الجمعية المغربية لحماية وجوه المستهلك بأكادير الكبير. استفاق المواطن المغربي اليوم على زيادة مهولة وصاروخية في أثمنة المحروقات. هذه الأثمنة اللي وصلت مثلا الليسونس البنزين وصل 18 درهم، الغازوال وصل 17 درهم، وهذا أثر سلبا على جيوب المستهلك وعلى القدرة الشرائية. هذه القدرة الشرائية اللي تنعرفوها أنها استفحلت، هذه القدرة الشرائية لأن المواطن المغربي ما تلاش قادر عليها. جميع المواد الاستهلاكية كلها تزت بدون استثناء. كان المادة اللي مضروبة في 5 تزت 5 المرات، كان 6 المرات، كان 3 المرات، يعني زيادة ديال 40% حتى 50%، وهذا أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية ديال المستهلك. اللي ولينا تنتصلوا بشكايات، ولينا تنتصلوا برسائل عبر السيت ديالنا، عبر الهاتف، ما هو دور جمعية حماية المستهلك، فانا وحماية المستهلك. احنا كجامعة ديال حقوق المستهلك بالمغرب، احنا صدرنا بيانات، صدرنا بلاغات، نددنا، ولكن لم نجد آذان صاغية اللي غادي تسمع لنا. الحكومة في واد والمستهلك في واد، وكأن هذه الحكومة هذه ماشي 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 هذه الحكومة ماشي ماشي مغربية، يعني حكومة ديال شي دولة أخرى، وكأن هذا المواطن اللي صوت على هذه الحكومة أنه صوت على شي حكومة أخرى اللي ماشي هي هذه، حيث ما تنجدوش أجوبة المقنعة. دائما الحرب الأوكرانية الروسية، دائما إذا كاينه حرب أوكرانية، ولكن علاش الدول الأخرى اللي ما تعطرش؟ علاش فرنسا ما تعطرش بهذه الزيادة الصاروخية ديال المحروقات؟ علاش؟ علاش المغرب بوحده اللي حس بهذه الضربة هذه؟ إذا هنا بالإضافة إلى ذلك، علاش جل هاد الموزعين ديال البترول ديال المحروقات كلهم تيتفقوا في واحد النهار واحد وفي واحد الساعه واحده باش يزيدوا في المحروقات؟ علاش؟ اين هي المنافسه الشريفه؟ انا هو القانون 114 اللي المنافسه الشريفه ودير تحرير الاسعار، فين هو؟ حتى اتفق هاد الشركه مع هاد الشركه، الى هاد الشركه زادت علاش هاد الاخرى تزيد؟ اين هي المنافسه؟ يعني تتفقوا في واحد النهار في واحد الساعة وتزيدوا مرة واحدة على المستهلك المغربي. إذن هنا عرفنا بالله، احنا عارفين بأنه كاين لوبيات اللي تتحكم في المحروقات، كاين لوبيات اللي عندها واحد الجشع باش تضرب الجيوب ديال المستهلك. يعني كجامعة ننادي أولا، ولا زلنا ننادي بتسقيف الأسعار ديال المحروقات. شحال وحنا تنادوا فالمحروقات عرفات واحد التوقف ديال تسقيف الاصل من 2015 في زمان في الحكومه القديمه. اذا هنايا كما اننا تناديو بتشغيل المعمل ديال الاسامير. شكون هما هاد الناس؟ شكون هاد اللوبيات اللي انهم ضد تشغيل تكرير النفط بعمل لسامير؟ علاش ما يتحلش هذا المعمل؟ علاش نقوم بتكرير هذا النفط خارج البلاد، خارج المغرب، وتطلع لنا بواحد التكلفه اللي هي كثيره؟ علاش؟ علاش ما يتم تشغيل هذا المعمل ديال لسامير هذا اللي التكلفه اللي تيكرر البترول تيقوم بتكرير النفط، والتكلفه تتكون تكلفه اللي هي ناقصه؟ قبل اغلاق لسامير راه كانوا المحروقات تيجيو ما تتخلص هذيك 7%. إذا تتكرر البترول بواحد التكلفة اللي هي ناقصة، وبالإضافة لذلك تنقصوا هذه التكلفة ديال 7%. إذا هنا كاين اللوبيات اللي الغرض ديالهم هو الجشع. نعرفوا بأن الحكومة لجأت إلى واحد الدعم ديال المهنيين، ديال النقل البري، وهاد المهنيين كما سبق لنا ذكرنا أنهم رفضوا هذا الدعم، هذا رفضوه ما بغاوش، قال لك هذا لغم لا حول لنا لأن فيه ما يتقال. إذا الى هذا الدعم اللي عطات ديال 200 مليون دولار اللي عطات الدوله باش نفع هذا المواطن الاخر، ها هو نعطيو حنا النقل، ولكن المواطن باش نفعو؟ واحد اللي عنده مثلا عنده تريبورتور تيتقدى به تيمشي للاسواق تيتسمى بحال طالب معاشو، هاد التريبورتور هذا تيمشي تيهز به مثلا الخضار، تيهز به البضائع، تيهز به داكشي، ولكن هذا السيد الا بيمشي مثلا
بيمشي مثلا من عين السباع ولا بيمشي من واحد المدينه واحد الحي معين بيمشي للمارشي كريو باش يمشي ويجيب ديك الخضر راه خاصو واحد 3 لتر ديال ليسانس باش يمشي ويجي. اذا 3 لتر شحال داير 60 درهم وبشحال تيهز هو هذاك البضاعه؟ تيهزها ب 50 درهم 40 درهم اللي تيعطيه هذاك السيد اللي تيهز ليه. واش هو يعطيه 1500 درهم ديال ليسانس في الشهر وهو تيتخلص 2000 درهم ولا 2000؟ هو يخدم على ليسانس، يخدم على هاد على هاد على هاد على هاد اللوبيات ديال ليسانس، يخدم على هاد اللوبيات ديال هاد الجشع. انا نخدم انايا شهر على باش يدي مني مول ستاسيون يدي مني 1500 درهم وانا خدام ب 2500 درهم ما جاش. كان من الممكن بان هاد الدعم اللي عطات الحكومه للمهنيين هاد الدعم يحاول باش يدار الواحد يتعطى مثلا باش يتنقص في المواد الاستهلاكيه. هنا بغينا الدوله باش تدخل. اذا هنا كاين عندنا احنا نطالب الحكومه كجمعية ديال حماية المستهلك تنطلبوا الحكومة بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الملف واللي هو ملف شائك ديال المحروقات. إذن أولا حفاظا على السلم الاجتماعي، لأن الوضع راه تنقولها للحكومة راه الوضع ينبئ بخطر، بواحد الخطر اللي وانفلات على السلم الاجتماعي. كما ترجع لتسقيف الاسعار واحد 16 شهور من بعد تعاود ثاني تعيط تغير ثاني المنهجيه ديالها. 2015 حتى 2021 رقمت الشركات ديال المحروقات واحد المبالغ اللي هي طائله. اذا حنا كجامعه مغربيه لحقوق المستهلك تنطلبوا الحكومه اولا بتقليص الضريبه على القيمه المضافه بواحد 50%. وكيف يعقل ان المحروقات البرميل طلع؟ وللاضافه وللمعلومه ان الحكومه قداش ما طلع البرميل ديال 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 النفط قداش ما تتربح في الضريبه الحكومه؟ قداش ما طلع البرميل قداش ما هي رابحه؟ علام تتربح على ظهر المستهلك على ظهر المواطن. قداش ما انخفض سعر البرميل قداش ما انخفضت الضريبه على هاد المحروقات هذه. اذا الدوله هي الحكومه هي في صالح ان البرميل يكون طالع. وثانيا اعاده النظر بازاله ديال هاد الزيادات المتعلقه بلي تاكس، راه فين ما مشيتي كاين لي تاكس. اذا الدوله تحاول تحيد هاد لي تاكس هذه باش نخففوا من هاد العبء هذا. وهاد لي تاكس اللي عرفوا في القانون المالي ديال 2022 عرفوا واحد الزياده في هاد لي تاكس اثروا بشكل كبير على المواد الاستهلاكيه ديال المستهلك. اذا هنايا ثالثا العمل تنقولوا العمل بقانون ديال العمل بقانون حريه الاسعار والمنافسه. القانون اللي هو 104/12 خاصه الماده 4 منه اللي تتنص على لتجديد بالتحديد ديال المحروقات، او تنقولوا لتجديد كالمحروقات مثلا. اذا كما ان الحكومه مطالبه باللجوء، تنطلب الحكومه باللجوء الى سياسات نقديه واقتصاديه للتخفيف من ثقل الزيادات على القدره الشرائيه للمواطن. اذا هنايا الحكومة مطالبة باستعجال لتدخل أولا حفاظا على السلم الاجتماعي، حفاظا على القدرة الشرائية. حنا تنتصلوا بشكايات كجمعية حماية تقولنا أشنو هو الدور ديالكم؟ الدور ديالنا هو التحسيس والتوعية ونقلوا لكم ونصدروا بلاغات في الزيادات. حنا حاولنا نتصلوا بالوزراء ذوي الاختصاص باش نشوفوا هاد الزيادات. الحكومه سدوا ودنيها دير هذاك الشيء ديال النعامه، سدوا ودنيها ما تسمعش لينا. حنا راه دوينا حتى شبعنا كي تيقول فانا وضع حمايه المستهلك معاهم، باش معاهم حنايا كحمايه المستهلك اش نديروا حنايا؟ حنا اشنا هو الدور ديالنا؟ الدور ديالنا اننا تنطلبوا حتى نصدروا بيانات، نصدروا بلاغات، ننديد بهذه الزيادات. راه من نهار كاينين الزياده وحنا ننديد كجامعه ديال حمايه وكجمعيه ديال حمايه المستهلك، راه تنديروا فيديوهات تقريبا مره حتى جوج مرات في الاسبوع تنديروا فيديوهات مع الصحافه. حنا نوزي واحد الرساله لهاد الناس لهاد الناس هاد اللوبيات، هاد صحاب الشركات ديال المحروقات اللي تيحاولوا باش انهم يغتنيوا على
جيوب ديال المواطن المغربي اللي لا حول ولا قوة له، لأن داك هامش الربح اللي عند الشركة ديال راه واحد هامش الربح كثير، راه عندهم هما يالله هامش الربح ديال 6% اللي عندهم، هامش الربح ديال 6 دريال 30 سنتيم. دابا راه كاين هامش الربح ديال 2 دراهم 3 دراهم في الليتر الواحد. الناس يتشكاو دابا تيصيفطوا لينا حنا المستهلك، تيرسلنا حنايا وجاتنا رسالات اشنو هو الدور ديالكم، وحنا تقهرنا، وحنا حتى حنا هذه الرساله ديالكم حزيناها ووجهناها لهاد صحاب الشركات، ووجهناها لهاد اللوبيات، ووجهناها للحكومه اللي ما تتحشمش، اللي باقي غاديه غير في الغي ديالها، اللي ما تتصنطش وغاديه كل نهار تنصبوا على درهم 2 دراهم درهم ونص، اللهم انها ضامنك زياده على المواد الاستهلاكيه الاخرى، اللهم انها ضامنك.